احمد العجيمه، نجربوا ناكلوا حاجه ما نعرفوهاش على شرط ناكلوا حاجه ما نعرفوهاش على شرط كيف ما تعجبنيش الماكله ما تقوليش بيك مخك مش منفتح على ثقافات اخرى. عرفت هذيك ما تعجبكش الماكله عرفتك اش جازو كليت يقول لك اش بيك اش بيك ما تقبلش راهو مش تعدي عمرك كل عجه اي نحب نعدي عمرك كل عجه يا خويا كي ما تقبلش الماكله يقول لك اه انت رجعي ومخك مش محلول وكل ما عجبتنيش ما نحبش حاجه ما فيهاش هريسه ما حسيتوش ديجا فو طب باش نحكيوا على السوشي ما حسيتوش ديجا فو مثالش بالك شي مازال متقلق من السوشي اخر مره بار كونتر يا نور السعيدي اخر مره كلينا سوشي انا وسيد احمد هاي يلهو يبعث فيه اسمع تقول فسالت له راه العوده مش ما تاكلوش العوده يخي شدوا مو بيدي من اصله ولا العوده فسالت له ما تحطوش في الشعر يلا الوضعيه المواليه نو نو ايوه نجرب سكيت وسبور اكستريم على شرط بالنسبه للسكيت نجربها على اساس عندي رول في فلوجه عندي رول في فلوجة نجم نجرب المونوسيكل ما يقلقنيش ما يقلقنيش سبور اكستريم نجربه على اساس يكون جو فيديو سكاي دايفينغ نلعبه قد ما تحب ديفير فوالا سكاي دايفينغ قد ما تحب المفيد نكونوا في القاعة نلعبه بالبلاي اكهو واضح سكاي دايفينغ حتى على البلاي ندوخ تراوش سيد احمد العجيمو نجرب سكيت وسبور اكستريم على شرط على شرط ما نحبش نلقى روحي فك البرنامج تاع امبسي اكسيون فاني فيديوز فيل ما عرفتش ما هكا بسكيت راسي جاي في بارفيكس فهمت امان بالليل وهبت من السلوم هبت من هكا من دروج وضربت الكهرباء هذوك ما كيقولوا انا هو فيديو ممتع جدا يضحكني المعلق المصري ساعه ساعه اكثر من الفيديو بيدها بصي حضرتك هو حيدخل حيطلع على الباب ده كله احنا نبص كده هو هوبا هوبا الله عليك يضحك برشا يضحك بصوته يضحك معناها الفيديو بتسمع في صوته من بعيد كي ترى الفيديو عادي ما تضحكش نو نو ايوه ناخو فلوس من دارنا على شرط ناخو فلوس من دارنا على شرط ما تحكي لهمش كيفاش انا نحكي نبدا قاعد في القهوه ونحكي كيفاش اللي انا اوتونوم ما نسحقش لدارنا ما تحكي لهمش ساعات كيفاش نتخمر ونقول لهم نوصل نعاونهم بالفلوس ما تحكي لهمش يعني باش نرجع لك نسمع سيد احمد العجيمي احمد العجيمه هو ناخو فلوس من دارنا على شرط ناخو فلوس من دارنا على شرط مش لازم كل ما ناخذ فلوس تقول لي ما تحشمش المرة اللي تاخذ فلوس انا الاخر العمر مش نقعد ناخذ فلوس معناها انت علاش جبتني للدنيا سمعني اوكي عرفت الكونسيبت عرفت انا وانت علاش تجيب فيا لا ولا فادلك ليه ولا نخليك تكمل كلامك على شرط نخليك تكمل كلامك على شرط الكلام اللي باش تقوله ما تكونش ديجا انت قص عليا اوكي خاطر فما راه فما شكون صحاح رقعه يقصوا عليك يا اخي انت تقولوا لا خلينا نكمل نحكي يقول لك لا ها مش بيك تقص عليا وانت هو اللي قصيت علي وانا ما عادش تقصوا عليا انا حكيت لكم راه عندي مشكله في فن الرد بخلاف عندي حاجه اخرى انا مركح الافكار في مخي كان بالسيف يعلم ربي يعلم ربي راه ما ركحتهم كان بالسيف تكمل تقص عليا صاي تهردنا ضاعت اي ضاعت يلا فما شكون سيد احمد العجيمي ساعه نخليك تكمل كلامك على شرط كمل كلامك على شرط خليني نعمل اللي نحب عليه وانت تحكي انا مش لازم نقعد نغزر لك نجم علاش نجم نقعد نمشي ونجي في البيت نجم نقعد نلعب في شعري نغزر السقف نجم نقعد نكونكتي نجم علاش نجم هكا تعمل في البيت تلعب شعري نجم نتكى وانت يحكي ما راني نسمع فيك معناها مش لازم نقعد نغزر لك فسفاسه كي وانت تحكي يعني انا خاطر كي نبدا نسمع ومركز نبدا نعمل في حاجات نحب نعمل حاجات فهمت اسمه تتليف هذا سيد احمد تتليف انت حبيت تقول نخليك تكمل كلامك على شرط نتلفك شنو هذا هو المعنى نتاعها انا حبيت نقول لك بطبيعة ما شنو معناه انا نحكي معاك نحكي لك في حاجه نفسر لك وكذا وانت تلعب شعرك وتغزر للسقف ما نجمش في الساعه تحكي معايا نقعد ساعه نغزرك نقلق من وجهك سامحني نقلق نحب نغزر للبيت نحب نتمشى نحب نحرك ساقيه نحب نكونكتي نحب نعمل ستاتيو نحكي مع صاحبتي فهمت